بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي جمعة الثالثة ثانوي علوم تجريبية وتقنية رياضي ورياضي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بحل التمرينين جو في باك 2023 للتقنية الرياضي ننصح بشعبة العلمي والرياضي والتقنية الرياضي لأنهما التمرينين رائع للمراجعة كما ننصح ولادي وبناتي بهذا الكتاب راه موجود في المكتبات فيه كل ما تحتاجه اما الامر الثاني جمع كراس وقلم واله حاسبه وروح نتعلموا نحلوا التمارين من هذا النوع لانها جد رائعه قال يحتوي التمرين الاول يحتوي كيس على ثمان كريات متماثله ولا نفرق بينها باللمس موزعه كما لي ثلاث كريات بيضاء مرقمه صفر واحد واحد وثلاث كريات حمراء مرقمه واحد واحد اثنين وكريتين خضراوين مرقمه واحد اثنين نسحب عشوائيا وفي ان واحد كريتين من الكيس ونعتبر الاحداث أو الحوادث A B و C الآتية A الحصول على كريتين من نفس اللون B الحصول على كرية على الأقل حمراء و C الحصول على كريتين تحمل رقمين مجموعهما يساوي ثلاثة قال بين أن بي ل A تساوي ربع و بيلي ل B تساوي تسعة على 14 ثم أحسب بي ل C ثانيا قال نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين مجموع الرقمين المسجل عليهما قال برر ان مجموعة مجموعة قيم المتغير العشوائي اكس هي واحد اثنين ثلاثة اربعة باقى العين قيم عين قانون الاحتمال المتغير العشوائي اكس ثم احسب امله الرياضيات تمرين روعة التمرين الثاني يحتوي كيس على احدى عشر كرية متماثلة ولا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي ثلاث كريات تحمل الرقم صفر وثلاث كريات تحمل رقم واحد وخمس كريات تحمل الرقم اثنين قال نسحب عشوائيا وفي آن واحد كذلك توفيق كريتين من الكيس ونعتبر الحوادث أ ب وسيلة آتية أ الحصول على كريتين رقم كل منهما عدد أولي ب الحصول على كرية واحدة تحمل رقما فرديا و الحصول على كريتين جداء رقميهما معدوم قال واحد ألف بين أن بي لي أ اثنين على حداش و بي لي بي تساوي على خمسة وخمسين أحسب بطريقتين مختلفتين بي لي سي قال نعتبر المتغير العشوائي اكس الذي يرفق بكل عمليه سحب لكريتين جداء الرقمين المسجل عليهما الف برر ان قيم المتغير العشوائي اكس هي صفر واحد اثنين اربعة باقى عين قانون الاحتمال المتغير العشوائي اكس ثم احسب امله الرياضياتي احسب احتمال الحدث اسية اكس زائد ستة اقل تماما من الفين وثلاثة عشر. يعني تمرينين روعة أي ننطلق الان ولدي في الحل المفصل الان الحل لاحظوا هنا معايا اولا قال لنا يحتوي كيس على من على ثمن كريات وهو شعل يسحب يسحب في ان واحد كريات سما تصبح لنا اولا عدد الحالات الممكنه لهذا السحب اللي هي سي ثمانية ثلاثة عفوا عفوا ثمانية اثنين لأن علاه أن عندنا ثمان كريات شحال يسحب يسحب زوج في آن واحد حنا نروح نجيب الآلة الحاسبة ونتعلم ها نكتب سي. هايوينة. بثنين. ثمانية سي هاي وينا ونكتب اثنين راح تعطيلي ثمانية وعشرين سمة التمرين كامل راح نخدمه على ثمانية وعشرين نقسمه على ثمانية وعشرين أن كيما كريتين في آن واحد صح الأولى شحال عندنا عندنا ثلاث كريات بيضاء يعني ثلاثة ثلاثة بي بيضاء تحمل الأرقام واش صفر واحد واحد وعندنا كذلك ثلاثة حمراء تحمل الأرقام واحد واحد ماذا اثنين وعندنا اثنين فار يعني زوج خضورة تحمل رقم واحد اثنين ونتعلم غبا شوية صح؟ نبدأ الآن في الأحداث آ الحصول على كريتين من نفس اللون من نفس اللون الأرقام ما ذكرهاش إذا التبيان ان بي لأ ا تساوي لنا واحد على نعم بي لأ ا تساوي لنا واحد على أربعة و بي لبي تساوي لنا تسعة على أربعة عشر نبدأ نخدم عادي ولادي دي ما خافوا ما الأمر راه جد بسيط إذا نبدأ إذا عندنا بي لأ ا كريتين من نفس اللون يعني اما نجبد زوج بيوضه او زوج حموره او زوج خضره يعني يصبح لي بي ل ا يساوي لنا سي شحال عندنا بيوضه عندنا ثلاثه ندو منهم اثنين او اما او او ندو اثنين من هذا حموره من الثلاثه او ندي اثنين ما الكل على ثمانية وعشرين لما نحسب هذه ولادي يعني راح نصيبو سبعة على ثمانية وعشرين نختزلو منها سبعة ومنها سبعة راح تعطيني واحد على أربعة هنا وصلنا الجواب بكل أريحية نروحو الآن إلى بيلي لي بي بي قال لي كورية على الأقل حمراء ما معناها على الاقل دائما قلنا كلمه على الاقل نطلع اما وحده حمراء او اثنين حمراء ولما قلنا على الاكثر نهبط للصفر نقول اما وحده او صفر هذه على الاكثر وهذه على الاقل حنا رانا نهضروا على الاقل سما ندو دائما نقسموا على 28 ندو وحده حمراء الحمر ها هوينا هاي من الحمراء حمراء وهذه قلنا بيضاء وهذه خضراء ندو وحدة حمراء تبقى لي وحدة منين؟ من الاخرين ما يهمونيش شكون الاخرين دينا وحدة من هذو تبقى لي واحدة من خمسة أو إذا هكذا إذا ندو وحدة حمراء وحدة من الاخرين أو ندو زوج أحمراء واضح ولا لا؟ إذا قلت ندي وحدة حمراء، أدي لي وحدة حمراء، تبقى لي وحدة من هذا الزوج. أو ندي زوج حمورة صفر من الآخرين. لما نجو ونحسبوا ولادي هذه لما نحسبوها راح نصيبوا نعم إذا نصيبوا 18 على 28 نختزلوا منها 32 صبح لنا 9 على 14 هذا حاجه ما تحتاجش ذكاء خارق نجيو الان الى ثم قال لي ثم بيليسي حساب بيليسي بيليسي واش هي هذه الحديثه سي الحصول على كره تحمل لون رقمين مجموعهما يساوينا ثلاثة درك خلاص نسينا كلمه الالوان نجو الارقام باه نجمعوا ثلاثه اكيد هو واحد زائد اثنين واحد يقول يا استاذ صح ولو كان نديرو صفر زائد واحد زائد اثنين لا لا انا نسحبو غير باثنين برك جوج كريات في ان واحد فقط سما كاينه حاله واحده واحد يقول يا استاذ صح ولو كان ندو المجموعة تاعنا قلنا ثلاثه ندو صفر وندو واحد واثنين لا لا ندو مثلا صفر واثنين لا لا عندنا حاله واحده برك هذه اللي تعطينا ثلاثه الواحد شحال عندنا من واحد ركزوا معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا بي لي سي سي خمسة ندومها منها واحد اثنين شحال شحال عندنا عندنا واحد اثنين عندنا اثنين ندو منها واحد على ثمانية وعشرين استاذ ما فهمش فهموا نفهم وليدي بنتي المجموعة نتاع الارقام من هذو كامل بانسيبو ثلاثة ندو الواحد زي اثنين فقط مكاش طريق واحد اخر الواحد شحال عندنا كاع في هنايا عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي خمسة لكن هنا في الحساب شحال دينا دينا مرة هذيك مرة نكتبوها الفوق اثنين شحال عندي عندي زوج شحال دينا مرة دينا مرة هذه لما نجو ونبداو نحسبو يعني في الحادثة سي رايحين نصيب ولادي أربعة طاعة. أربعة عفوا خمسة على أربعة, أربعة عشر هذا مك إن شاء الله راكم فهمتوا الفكرة إذا بعدما ولا نسيبو عشرة على ثمانية وعشرين نسيبو عشرة على ثمانية اللي هي خمسة على أربعة عشر هذا مك صح بعدها رايحين نروح للمتغير العشوائي قال لي نعتبر المتغير العشوائي إكس الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين مجموع الرقمين المسجل عليهما هذا اكس ما شتي تبع شوفوا ولادي مليح اذا خلاص كملنا مع الاحداث هذو نجول الان الى جزء المتغير العشوائي لاحظت الكثير من الجماعه يقول لك انا المتغير العشوائي ما نفهموش لا هو راهو حاجه بسيطه جدا لكن الانسان مرات لازم يركز شويه قال لي هذا المتغير العشوائي راه يسحب يتبع زوج كريات اللي سحبناهم المجموع تاع الرقمين صح تخيلوا ولادي إذن التبرير أن الإكس تاعي يقدر وش يدي قلنا يدي الواحد اثنين الثلاثة والربعة كاين اللي كيلحق هنا التبرير ما يفهمش يقول أنا كيف نبرر ما كان والو صح لو كان جينا واحد زيد واحد شحال راح تعطينا تعطينا اثنين صح لو كان جينا واحد زيد ماذا زيد اثنين شحال راح تعطينا لاحظوا هنا الاولى عفوا نجول القريسة تعب شويه ما نتقلقش قريسة صح لو كانت جينا صفر زائد واحد يعطينا واحد ان هاو صفر صح لو كان يجينا واحد زائد واحد هي اثنين صح لو كان يجينا ولا صفر زائد واحد نقوله من بعد صفر زائد اثنين هيعطينا اثنين لو كان يجينا الواحد زائد الواحد شحال يعطينا يعطينا كذلك اثنين لو كان يجينا الواحد زائد اثنين شحال راح يعطينا يعطينا ثلاثة ولو كان يجينا اثنين زائد اثنين راح يعطينا أربعة هذا هما الطرقان الممكنة فقط ها قيم إكس أه أستاذ هذا هو التبرير هذا هو التبرير أولادي تبرير غدوة نكتب له هك نكتب له صفر زائد واحد يساوي لنا شحال يساوي واحد وعندنا واحد زايد واحد ولا صفر نكملو مع الصفر زايد اثنين يساوي لنا اثنين واحد زايد واحد يساوي لنا اثنين واحد زايد اثنين يساوي ثلاثة واثنين زايد اثنين يساوي لنا هذا هو التبرير فقط نجو بعدها إلى عين قانون الاحتمال قانون الاحتمال قانون الاحتمال واش هو هو نروحو نحسبو احتمال الحوادث هادو هذا مكان صح نبداو اولا الى بي ل اكس لما عفوا لما اكس على يدي يدينا واحد لما يدي الواحد الواحد هنا باش تحصلنا عليه تحصلنا عليه بالصفر والواحد صفر شحال عندنا هنا دائما نقسمو على 28 صفر شحال عندنا عندنا مره ندوه مره الواحد شحال عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندنا خمسة ندوه مرة لما نحسبو هذه راح تخرج لي خمسة على ثمانية وعشرين هذه الأولى نجو الآن إلى بي لي إكس كذلك بي لي إكس لما يدينا اثنين اثنين لو كانت تشوفوا هنا ولادي راه كاين عندنا زوج طرقان عندنا ذي ذي عندنا الطريق الاولى اولا دائما نقسمو على 28 نتابع جيدا نقطه نقطه اذا نقسمو على 28 اذا تولي لي سي عندي الصفر عندي مره اثنين شحال عندي عندي زوج واحد ندو منها زوج او اثنين ندو منها واحد او الطريقة الثانية اللي هي الواحد والواحد الواحد شحال عندنا عندنا خمسة شحال دينا دينا اثنين استاذ ما فهمتش شحال عاد يعني شحال كاين في الحساب هنا كي نجيو نحسبوا هذه القيمه ولادي يعني بالاله الحاسبه راح نصيبوا 12 نعم نصيبوا 12 على 28 12 على 28 نروحوا الان الى بي ل اكس لما يساوي لنا ثلاثه الثلاثة ندو واحد متوع ثمانية وعشرين عندنا الواحد عندنا خمسة ندو منها واحد والزوج عندنا زوج ندو منها واحد لما كذلك هذه نحسبه رايحين نسيبو آه نعم نسيبو عشرة على ثمانية وعشرين نسيبو عشرة على ثمانية وعشرين وبعد بعد نروحو آخر الأخير اللي هو بيلي إكس يساوي لنا أربعة الربعة ندو اثنين اثنين شحال عندنا عندنا اثنين ندو منها اثنين على ثمانية وعشرين وتساوي لنا واحد على ثمانية وعشرين هانا لقينا الان شكون يضمن بلي النتائج اللي لقيناها صحيحه لازمنا نتجمعوا هذا وهذا شحال 15 ال 15 ونزيدوا لها 10 25 ونزيدوا لها 2 27 ونزيدوا لها 1 28 28 على 28 سما راني صحيح يعني كي تجمع هذا الكسور كامل لازم تصيب 28 على 28 يمكن ان نختزل كل ذلك في الجدول التالي هاو الجدول تاعي نكتب هنا اكس اي وهنا بي لي اكس من اجل اكس يساوينا لنا اكس اي عندنا قيم المتغير العشوائي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة الآن هكذا كامل نقسم على على ثمانية وعشرين وهنا ثمانية وعشرين الحالة الأولى لقينا خمسة الثانية لقينا اثناعش الثالثة لقينا لقينا عشرة والرابعة لقينا واحد هذا هو قانون متغير العشوائي نحط في الجدول بعدها قال لي احسب الأمل الرياضي او الرياضيات حساب لي اكس انا يا ولادي كما تعرفوا مجرد قانون قانون اللي هو ل اكس يساوي المجموع من اي يساوي لنا واحد الى غايه نجمع الاعمده واحد اثنين ثلاثه اربعه ماشي الى غايه هذا الربعه عدد الاعمده الى غايه ربعه اكس اي e في P. لي اكس من اجل اكس يساوي لنا اكس اي e. يعني خير الكلام ما قال ودل هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا لما نحسبه راح نصيبوه تسعه أعلاماً على أربعة هذا هو أو لي إكس فقط آه. إذن ها إذا هانا كملنا التمرين الأول بعد ما أنهينا من التمرين الأول نأتي بعدها إلى التمرين إذا التمرين الثاني قال لنا كيس أو يحتوي كيس على 11 كرة متماثلة لا نفرق بينها باللمس ثلاث كريات تحمل رقم صفر وثلاث كريات تحمل رقم واحد وخمس كريات تحمل رقم اثنين قال نسحب عشوائيا وفي آن واحد كذلك توفيقا إذا عدد عدد الحالات الممكنة سي 11 اثنين اللي هي تعطينا خمسة وخمسين حالة بسم التمرين راح نقسمه دائما على خمسة وخمسين قال لنا نعتبر الأحداث A, B, C أ الحصول على كريتين رقم كل منهما عدد أولي صح إذا واحد التبيان أن بي لي أ تساوي لنا اثنين على عشر و بي لي يساوي لنا ربعة وعشرين على خمسة وخمسين نبداو ب بي بي لي, أ. بي لي أ. واش هي ا الحصول على كريتين رقم كل منهما عدد اولي ما هي الاعداد الاوليه هنايا الاعداد الاوليه هنا ما تنساوش كاين غير اثنين فقط الواحد هوش عدد اولي والصفر هوش عدد اولي الصفر لان يقبل القسمه على جميع الاعداد كي صفر على خمسة صفر على 12 المهم دائما صفر الواحد يقبل القسمه غير على نفسه اما اثنين لا هو عدد اولي المهم تصبح هنا, هنا دائما ما نساوش 55 سي خمسة 2 لما نجي الان للنتائج اولادي اللي رايحين تحصلوا عليها اذا قلت سي شحال خمسة اثنين راح تصبح لنا آه نتابع جيدا اذا شحال راحين نلقاو راحين نلقاو آه عشرة على خمسة وخمسين عشرة على خمسة وخمسين نختازلو منا آه خمسة ومنا خمسة راح تصبح لي اثنين على احدى عشر كما طلبوها منا أنا نروح إلى بيلي بي لي بي بي لي بي يساوي بي هي أه الحصول على كرية واحدة تحمل رقما فرديا ما هي الأرقام الفردية هنا هو الواحد برك سما نبدو واحدة واحدة من الثلاثة وتبقى لي واحدة من الأخرى لأن الصفر عدد زوجية لعلمكم. سما تصبح لي هذه من الثلاثة والخمسة تصبح لي عفوا نعم ثمانية على خمسة وخمسين لما نحسبوا هذه رايحين نصيبوا 24 على 55 وهو الجواب الآن قال لي أحسب بطريقتين بيليسي حساب بيليسي نبدأ بطريقة واحد الآن لاحظوا معي مليح ولادي ما هي حديث السيء الحصول على رقمين جداء جداء الرقمين تاعهم كريتين جداء رقم التحيم معدوم آه هنا طاح كذلك اللي ماتيلا شو معايا هنا بيكون رقم معدوم واش رايكم لو كان نديروا الحديث العكسية ما معناه معناه أنه بي لي سي يساوي لنا واحد ناقص بي لي سي بار ما فهمتش أستاذ لاحظوا معايا ما هي الحديث العكسية تاع السي هي جداء رقميهما غير معدوم هذه هي حادثة سي جداء رقميهما معدوم حادثة سي بار جداء رقميهما غير معدوم صح تصبح الحادثة احتمال تاع هذه زائد هذه يساوي واحد. بي ل سي زائد بي ل سي بار عفوا بي ل سي بار يساوي لنا واحد حيث سي بار هي حصول على كرتين جداء رقميهما غير معدوم اه تصبح لنا بي ل سي يساوي لنا واحد ناقص ما هي الارقام الان لو كان ينضربوا في بعضهم البعض ما يعطونا الصفر كامل هما هادو اللي هي شعال سي ثمانية اثنين على سي عفوا على خمسة وخمسين دايما لما نجو هنا نوحدو نحسبو بالالة الحاسبة هاي قدامكم وما نتقلق ما والو اذا عندي ثمانية سي اثنين راح تعطي لي ثمانية وعشرين تعطي لي واحد ناقص ثمانية وعشرين على خمسة وخمسين نوحدو هنا المقام صبح لي هكذا وهنا خمسة وخمسين نديرو خمسة وخمسين ناقص ثمانية وعشرين راح تعطينا سبعة وعشرين على خمسة وخمسين هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية لازم نصيبو نفس النتيجة الطريقة الثانية الطريقة الثانية لاحظوا ولادي هنا الطريقة الثانية هي عملية الفرز ركزوا ما تقلقوش واش رايكم لو كانت جينا صفر في صفر شحال علي يساوي يساوينا صفر صحيح لان جداء الرقم لو كانت جينا صفر في بقيه الارقام اما الواحد او اما الواحد ها ولا نديرو هكا نعم صفر في اما يجينا في الواحد او يجينا في الاثنين شحال تساوي تساوي صفر ركزوا ركزوا بالعقل ما تقلقوش ها ولا نفصل قاع ولا نقول اما صفر في واحد او صفر في اثنين كذلك يساوينا صفر كيف يا استاذ نبدا بي لي سي يساوي الصفر شحال عندي عندي ثلاثة شحال ندو منه ندو منه زوج او ندو صفر واحد والبقية من هذا لولا عندنا صفر في صفر يعطينا صفر او صفر في اي رقم من هذه الثمانية يعطينا صفر يعني ندو واحد من صفر وندو شحال وندو واحد من الثمانية اللي بقاو نعاود ندو صفر في صفر هاي وينا او ندو صفر صفر شحال عندنا عندنا ثلاثة عفوا نضربو في وش في هذا اللي بقاو علاماً على من على 55 عاود أستاذ ما فهمتش الصفر إحنا النتائج تاع الصفر منين نقدروا نجيبوهم نجيبوهم صفر في صفر هاي الحاله الاولى عندنا ثلاث صفراوات ندو منهم او ندو صفر من هذو وحده من اللي بقاو هاي ليكم لما نجي نحسبو درك تعطينا ثلاثة زائد ربعة وعشرين على خمسة وخمسين راح تعطينا سبعة وعشرين على خمسة وخمسين هاي النتيجة الصحيحة خلاص فهمتوها هذه هي كيف بنعرف بلي صحيح اني لقيت كي الاولى كي الثانيه نفس النتائج بعدها قال لي ثانيا نعتبر المتغير العشوائي اكس الذي يرفق بكل عمليه سحب الكريتين جوداء الرقمين المسجلين عليهما برر باللي التبرير اذا ثانيا التبرير ان الاكس تاع القيم تاعو هي الصفر والواحد واثنين والربعة حنا ثاني كيما قلنا راهي حاجة بسيطة جدا ولادي إذا عندنا عندنا الأولى صفر في واش في صفر يساوي لنا صفر أو قلنا صفر في أي عدد من الآخرين يعني من واحد أو اثنين كذلك يساوي لنا صفر لي هي هذه لو تركزوا معايا هي نفسها الحادثه سي ها ركزوا معايا بتعلموا بلي صح الحادثه سي ان صفر نضربوا صفر في صفر يعطينا صفر او صفر في اي وحده من هذو يعطينا صفر سما صبحت الحادثه سي هذه او عندنا واحد في واحد يساوي لنا واحد او واحد في اثنين يساوي لنا اثنين او اثنين في اثنين تساوي لنا اربعه صحيح هام القيم الآن قانون الاحتمال قانون الاحتمال قانون الاحتمال واش هو ولادي هو أنه أن نحسب احتمال الحوادث من أجل اكس يساوي لنا صفر واحد اثنين ربعة إذا نبداو بي ل يساوي لنا صفر هي نفسها بي ل صح ولا لا؟ ان نفسها بي لي سي شحال راح تعطي لي تعطي لي 27 على 55 بي لي اكس يساوي لنا الواحد الواحد هو واحد في واحد الواحد شحال عندنا عندنا ثلاثة دينا منهم اثنين على خمسة وخمسين لما نحسبو هذه الناتجات هذه النتيجة نلقاه شحال راحين نلقاو إذا يساوي لنا ثلاثة على خمسة وخمسين زيدوا نروحو الان اذا كملنا مع هذه نروحو الى بي لاكس كذلك لما يساوي لنا بي لاكس لما يساوي لنا شحال اثنين اثنين شتي هي هي ندو واحد نتوع الواحد الواحد شحال عندنا واحد عندنا ثلاثه ندو منها واحد وندو واحد نتوع اثنين اثنين شحال عندنا عندنا خمسه على خمسة وخمسين راح تخرج لي آه، نعم تخرج لي خمسة عشر على خمسة وخمسين تبقى لي الحالة الأخيرة اللي هي اثنين في اثنين اثنين شحال عندنا عندنا خمسة شحال ندو منها عندنا خمسة ندو منها اثنين صبح عندنا بي لي إكس يساوي لنا اثنين تساوي لنا سي خمسة ندو منها اثنين على خمسة وخمسين صبح لي عشرة على خمسة وخمسين شكون يضمن بلي راني صحيح نروح نحسب عندي هذه زيد هذه تعطينا ثلاثين ثلاثين والعشرة ربعين والخمسطاش خمسة وخمسين إذا راني صحيح بعدها نلخص كلش في جدول بسيط لاحظوا إذا عندي ها هو هنا الجدول إكس إي وبي إكس من أجل إكس يساوي إكس إي عندنا صفر واحد اثنين أربعة الصفر هو سبعة وعشرين على خمسة وخمسين هذا الصفر الواحد هو ثلاثة على خمسة وخمسين هو 15 على خمسة وخمسين. خمسة عشر. والبقية هو عشرة على خمسة وخمسين هذا هو بعدها قال لي أحسب الأمل الرياضياتي الأمل الرياضياتي أو نفس القانون اللي درناه قبيلة يعني ما فيش هدرة بزاف إذا اللي هو حساب لي إكس قلنا لي إكس كقانون يساوينا المجموع من إي يساوينا واحد إلى غاية واحد اثنين ثلاثة أربعة اكس اي في بي لا اكس من اجل اكس يساوي لنا اكس اي او لي اكس هذا في ذا زائد هذا في ذا زائد هذا في ذا زائد هذا في ذا هذا في ذا يعطينا صفر هنا تعطينا 3 هنا 15 وهنايا 40 تولينا هكا 3 زائد 15 عفوا 3 زائد 30 زائد 40 على خمسة وخمسين وراح نسيبوه ثلاثة وسبعين على خمسة وخمسين هذا هو الأمر الرياضي ثم قال لي أحسب احتمال الحدث حساب بي لأسية إكس زائد ستة أقل من ألفين وثلاثة وعشرين هذا واش راه قصد احتمال هذه هي صبح لي أولا واش نروح ندير ولادي نروح نحسب نحل هذا المتراجحة قبل عندنا أسية إكس زائد ستة أقل تم من ألفين وثلاثة وعشرين ندخل أسية من الآلآن، الآلآن منا والآلآن منا لأن كلاهما قيمتان موجبتان تماما من الخواص توع هذا أنه الأسية مع الآلآن تروح لي إكس زائد ستة أقل تماما من آلآن ألفين وثلاثة وعشرين نعم نرجع هذا منا صبح لي x أقل ثمن آلان ألفين وثلاثة وعشرين ناقص ستة صبح لي x أقل كي نحسبوه يعني كحسابيا راح نسيبه أقل من واحد فاصل ستة الجواب دائما راه فوق في الجدول عندنا ما هي القيم الأصغر ثمن واحد فاصل هاي واحد فاصل وين جينا هنا واحد فاصل سما القيم هي هذا أصبح لهذه هذه بيلي أسية إكس زائد ستة أقل من عفوا من ألفين وثلاثة وعشرين تساوي لنا بيلي إكس يساوي لنا صفر زائد بيلي إكس يساوي لنا واحد على أستاذ قيمة التوعي يولي لنا الاحتمال تاعنا إما تاع هذا أو هذا صبحنا تساوي لنا سبعة وعشرين على خمسة وخمسين أو ثلاثة على خمسة وخمسين تساوي لنا ثلاثين على خمسة وخمسين تساوي خمسة عشر على من كان نقسم منا آه على خمسة على خمسة ومن على خمسة راح تعطيني ستة على إحدى عشر هذا هو احتمال الحدث هذا شوفوا لدي زوج تمارين بشرح المفصل في نص ساعة ودقيقة معايا يعني غدوه تكون التلميذ الطالب يكون حاط راسه في الباك التمرين اللي يخيرو عنده فيه اثناء حتى 15 دقيقه الماكس تاع 15 دقيقه راك ديت ربع نقط هذا الإحتمال نوصي ولادي وبناتي حاولوا تقراهم وتمكنوا منهم تقريبا جل التمارين تاعهم راهم يجونا متشابهين ما يحطوا التمارين يعني صعاب انا صحيح كاين جماعه يقول لك استاذ حط لنا تمارين صعاب لا ماهوش مشكل التمارين صعاب التمارين تاعهم راهم يجوا ساهلين ابروفيتو باش تدو فيهم النقاط ان شاء الله في الاخير ولادي بناتي لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على رحمة الطاهره وبرافو كل واحد كمل التمرين وجابو صحه سلام